تخش الإيه بالأخص الإيه. كلا للآ تحديها. برافو عملت اعلى شفت كيف بتبين اوان مي لا من اخر مي بلشت ترجع لورا مي ايه لا المي مش هن اخر وحده ما حضرت لها تطلع ايه ولا مي اطلع دغري هلا صبر برافو هلا بلش ياخد شوي شوي محله يلا اطلع فلش هيك بدنا نروح هيك مش أكتر تري بيان مي مي وفلا بوش تي نوفر باسي خي شو حلوين افتح أكتر افتح لفوق مش بالعرض مي بردون ملت هي زيتها بس لفظة مش هيك محمد حلو كتير يلا يلا ما عليه ليك إذا لحقت تعودت اللون ما في قوة ترجعك لورا يلا إن شاء الله ورا بتجني هلا أعطيني بعد وحدة ما بتوقف عليها وقف وانزل زيت الطريق محمد ولاو دوماج كانت كتير حلوة خليك هيك مش أحيان لا لا ما هي الخشة حتى لو الخشة لو ورا هتفضل موجودة فلما نسيها بقى يعني هنمر معلي جرب قد ما فينا منك الأ يلا خليها بزيت طريقة تنسيون فتحة واحدة للمي مي وني الخشة أوكي هتيجي دلوقتي في العالي تاني مي أوعى
تفتح الزيادة يلا تطلع لها مي جفيت الآه لأنه لقيت حكت لها كتير هيك خفف لها شوي من هون شوي من هون عاد يلا تريبيا ما رجفيت الآه زيت الطريق فصت المي ما بتعود تحرك تمك للبقيين المي لا فلتت فلتت لفظك مش مزبوط صباح صار فيه امبارح عادي بتصير مي عم تلفز يا سبحان الله معلي معلي تيجي غتي جي يلا لا لا فتحة واحدة للمي انتبه مي ليش يا ها ها خليك على بركي مدام لانه عم يعمل بيفتح كثير المي لا ما راح تركيزه بس تو كان عم بقول صفى عم بقول هنون سكتون شوي يلا بعتذر اصعب شيء اول سنه بعتذر بعدون صغار لا اطلعي لفوق اوعى هيك كيف فتحة المي هي بتعطيك اكزاكتلي قد ايه بدك تفتحي لها شفتي برافو فهمتيها عم تاخذي المي بمول بهالشكل لانه اذا ما بلشنا هلا نعمل هالقصص ما بيكمل طبقه صوتي ما بتكمل بتضلك هيك وما فيك تغني كل الغنانه خلاص رفيان مدام بتنبسط بالزفت خلاص وقف وقف زقيف دوخني خلاص رفيان دوخت مدام بس تحسي بلشت تعرض وتعطي قوه تقلبي يلا لانه ما بدنا نخسر صوت الصدر يلا برافو حنان لا بعرض المي او المي بتضلها بدك تتعود المي قدام والآ مفتوحه هالقد اوكي لانه تي دو بروند لو بلي انه لو مسكرت امي وصلت القاب بوجهي بدي افتحها مثل ما مفروض تنفتح فولا سا تو شانجي بس بدي تخلي المي قدام للقاء قد ما تعرضها ما بتعود ترجع لورا رجعت لورا هلا؟ نو شوي بس عنكزي